معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، الحدث اللي بينتظر القارئ مش بس القارئ المحلي، لا ده غير ان ناس كتير بتيجي من محافظات مختلفة، ناس كمان بتيجي من دول عربية ودول أجنبية علشان تحضر معرض القاهرة الدولي للكتاب. المعرض هنشوف النهاردة تنظيمه، الجمهور اللي فيه، الإقبال، الناس جاية منين، ايه أكتر حاجة بتشغل القارئ في القراءة أو في البحث، وهل يا ترى دور النشر حريصة على انها تقدم كل المجالات المختلفة، وطبعا مش هننسى اهم حاجة وهي الاسعار. كل ده هنشوفه مع بعض من خلال بوابة الاهرام، خليكم معانا. الشاعر الراضي على الطحطاوي، عضو اتحاد كتاب مصر من محافظة سوهاج مركز طحطا حمار، دايما باجي المعرض كل سنة. لا يعني ان شاء الله نصيحتي انا انه كل مدرسة او كل ادارة تعليمية، وده بيحصل بالفعل يعني، واتمنى يكون اكثر، يبقى فيه رحلات للمعرض.